هخليكوا تعملوا الجاتوه في البيت بدل ما نروح نشتريه من بره. هنجيب كوباية سكر او كوباية الا ربع سكر للي مش بيحب السكر قوي، مع كوباية لبن بنفس المقدار، بنفس الكوباية كوباية لبن، وهنحطهم في الخلاط مع كوباية زيت عشان تدينا السمك اللي احنا عايزينه بالظبط. هنجيب كريم كراميل، هنحط منه كيس واحد بس على في الخلاط، على الخليط ده، ورشة فانيليا. هنضرب بقى الخليط ده كله في الخلاط، هيتقل معانا. بص السمك عامل ازاي، هناخد منه كوباية واحدة بس بنفس الكوباية اللي احنا بنعمل بيها المقدار، هنحطها في التلاجة بقى لحد ما تشوفوا احنا هنعمل ايه دلوقتي. على باقي الخليط بقى هنجيب بيضتين حلوين كده ونحطهم على الخليط ده. هنجيب معلقة خل ونحطها عليهم، مع كيس فانيليا، هنضربهم كلهم في الخلاط. دي بقى الخلطة بتاعة الكيكة نفسها، نحطها في طبق مع كوباية دقيق بنفس الكوباية يا جماعة، مع معلقة نشا. وهنجيب كيس بيكنج باودر نحطه، بس مش نحطه كله، يعني مثلا نحطه كله ونسيب ربعه، ماشي. وهنقلبهم كلهم مع بعض، ونجيب صينية ندهن فيها زيت ودقيق، ونحط الخليط كله بعد ما قلبناه في الصينية دي. هنحطهم في الفرن على درجة 180، هنسيبهم من 25 دقيقة كده، من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. نبتدي نشوفهم، نجيبها اهي جميلة، خلصت اهي هشة وكيكة فعلا بجد تحفة. وهنجيب الخليط اللي احنا سبناه في التلاجة هنحطه عليها، معلش هو جامد شوية من التلاجة، بس هو هيتفرد معانا عادي جدا لان هو ملمسه طري جدا. وهنجيب كيس الكراميل نحطه عليه بقى، نحط التاتش بتاعنا بقى. عايزه اقول لكم ان هو طعمه تحفه. هنجيب بقى ايه اي حاجه كده، نقعد بقى نرسم بقى، نشكل، طلعوا مواهبكم في الكيكه بجد، جاتو تحفه من البيت، انا قعدت العب. هنجيب بقى سكينه ونقطعها قطع كده عامله زي الجاتو صغيره، تمام. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة وطعمها يا جماعة خطير بجد بجد خطير. بصوا الكيكة هشة وفظيعة بجد، انا لما دقتها ما صدقتش من حلاوتها، فانتوا لازم يا جماعة تجربوها وتكتبولي رأيكم في الكومنتات.